السلام عليكم، أنا محمد غنايم. أن تكون محبوبا أمرا ليس له علاقة بالمظهر الجذاب أو أن تكون اجتماعيا أو خفيف دم كما يهيأ لأغلبنا، بل يوجد عدة أمور لو تجنبتها ستكون محبوب الحضور والمجلس بإذن الله تعالى. فسألت ما هي الشخصية المحبوبة برأيك على صفحتنا على الانستغرام؟ الذكي الاجتماعي الجذاب أم المخلص الصادق المتفهم؟ وكانت النسبة العليا للخيار الثاني المخلص الصادق المتفهم. يعني لتكون شخص محبوب لا يشترط بك أن تكون ذكي أو جميل أو تلك الصفات التي لا يمكن اكتسابها، بل بكل بساطة أن تكون محبوبا هو أمر مكتسب. لديك سيارة جميلة بالخارج ما شاء الله. نعم، هي واحدة من 5 سيارات أملكها. لديك 5 سيارات؟ العادة لا أحب الذهاب بالسيارة، ولكن قررت أن أعطي سائقي إجازة هذه الأيام بسبب انتشار هذا الوباء. ولديك سائق أيضا ما شاء الله. نعم، هو واحد من مجموعة السائقين لدي. يعني أمر بسيط لا يستحق الذكر. التفاخر وراء قناع التواضع، هذه النقطة التي يجب عليك أن تتجنبها حتى تصبح شخص محبوب. مثلا يخبرك شخص عن نظامه الغذائي الصارم فقط ليخبرك أنه يمتلك جسم رياضي. مثلا قابلت مرة أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وكان لقائي الأول به، فلم أكن أعرف عنه سابقا، فسألته عن حاله فقال لي الحمد لله لدي صفحة أنشر بها في إحدى المواقع. فسألته كم لديك من المتابعين؟ فقال لا يوجد لدي الكثير، فقط 2 مليون متابع. حينها ابتسمت وقلت لو تكبرت ماذا ستقولي عنه؟ لذلك لا أحد يحب أن يرى متفاخرا خلف قناع التواضع، لأن هذا سيشعرك بالخداع والتفاخر معا. صحيح، وبرأيي أسوأ أنواع التفاخر والتفاخر بالدين والعبادة سواء بقناع التواضع أو بغيره، فهذا يعني رياء وتسميع وعجب، ورسول صلى الله عليه وسلم وصفه بالشرك الأصغر. فهذه الصفة احرص على ألا تطبقها في حياتك. يعني جميل أن يحدث الإنسان بنعم الله عليه، ولكن ألا يكون مختال فخور. قرأت كثيرا عن مرض الكورونا، ومن خلال الاطلاع اتضح أن المرض الكورونا لا يصيب الناس التي لديهم خلل جيني معين، وهذا الأمر يدعو للتفاؤل صراحة. ربما كلامك صحيح، وهذا الأمر يذكرني بقصة إذا أحببت أخبرك إياها. تفضل. في قصة كان هناك مجموعة من الجمال الهاربة من صيادين يركضون خلفها، فلاحظ الجمال أن معهم أرنب يركض، فسألها الجمال لماذا تركض معنا؟ هم يريدون اصطياد الجمال فقط. فقال الأرنب يعني لو أثبت لهم أنني أرنب لو مدافعيني. الجدية الزائدة عن اللزوم هي الصفة التي لا يملكها المحبوب. الشخصية الجادة هي مثال للشخصية الإدارية، فالأعمال تحتاج شخص جاد، ولكن في بعض الأحيان تصبح الجدية الزائدة عن اللزوم محط عدم إعجاب من المحيطين بك، فالأجمل أن تكون جاد وقت العمل ومرح في الوقت الذي يتطلب ذلك، فالتوازن مهم. فالشخص المرح جدا أيضا محط عدم ثقة. دفعت أجرة تمتيح سيارة 1000، وقبل البلع دفعت 1000 أخرى، دفعت إلى الآن ما يقارب ثمن السيارة، ماذا أقول لك؟ الله تبدي من عاش حتى يكمل آخر الشهر، والناس أصبحت بلا نخوة، ثم تنظر للعمل، العمل تعمل 24 ساعة دون مقابل يستحق، وماذا أقول لك؟ عن فواتير الكهرباء، الماء، الانترنت، ولكن أنا شخص لا أحب الشكوى لأحد. كثرة التشاكي، لا أحد يحب الشخصية كثيرة التشاكي. كثرة التشاكي للناس دلالة على ضعف الشخصية، فالشخصية القوية لديها القدرة على حل مشكلاتها دون التشاكي أو الشكوى للناس، وإذا اشتكت تشتكي لصاحب المساعدة فقط وليس لكل من هب ودب. فالكل لديه مشاكل وهموم، ولا يوجد شخص لا يمتلك هموم سوى الأطفال والمجانين، فلا تشتكي لكل من هب ودب، وإذا اشتكيت اشتكي لصاحب حل. تجد مع الأسف الكثير يتشاكى على أي سبب، يتشاكى على صعوبة الامتحانات، يتشاكى على وقت الحصص، يتشاكى على طريقة الأستاذ في التعليم، يتشاكى على أي شيء، يشتكي فقط لأجل الشكوى. هذه الشخصية التي نقصدها بكثير التشاكي أو الشكوى، ولا تكن ذلك الشخص. يقولون الصديق وقت الضيق يا أحمد، لا يوجد يوم طلبني أحد ورددته خائبا، وفي المقابل يعني تتمنى من الطرف المقابل أن يعاملك المثل. الأمر أصبح محزن يا رجل، في بعض الأحيان تتمنى أن تستبدل هذه المقولة بمقولة لا أحد إلى أحد. وهذه النظر لهاتفك مرارا وتكرارا، وخصوصا في المواضيع الهامة، هذا أمر وصفة غير محبوبة ولا توجد في الشخصية المحبوبة. لا بد أن تعطي أهمية للشخص المقابل لك بالاستماع له والتفاعل معه. كثرة النظر للهاتف تدل على عدم ثقتك بنفسك أو عدم اهتمامك بالطرف الآخر، وفي كلتا الحالتين هذه صفة غير محبوبة ولا يجب أن توجد بك. تقول المدربة الاجتماعية إليزابيث شو في مقال نشرته أن الناس يكرهون من يتعمدون إظهار أنفسهم بطريقة متعمدة ومبتذلة، ثم تضيف أن كل ما تحتاجه لكسب الناس هو أن تكون وديا ومتفاهما، وحينما تتكلم بطريقة واثقة موجزة متفهمة يكون الناس أكثر إقبالا وحبا لك من لو حاولت أن تظهر نفسك بأنك شخص مهم. في النهاية شاركني برأيك في مجال التعليقات، ودمتم في أمان الله. لو مدافعيني.